بسم الله الرحمن الرحيم. قطر النادي الأهلي في الدوري بيوصل للمحطة رقم 11 من الانتصار 11 على التوالي، أكيد فوز مميز للنادي الأهلي على طنطا بخماسية. بس النهاردة يعني خلوني أتكلم معاكم كلام واقعي، نتيجة كبيرة كل شيء، بس المباراة جاية بعد مباراة بلاتينيوم، تحليل بلاتينيوم أو في اللايف اللي احنا عملناه في وسط الأسبوع اللي فات لما حللنا ماتش بلاتينيوم. انا قلت ان لعيبه الاهلي لازم يعرفوا ان اللعب في الدوري مختلف عن اللعب في افريقيا. في ايه بقى اللي طبيعي معظم الاسئله اللي جات لي؟ طيب الاختلاف في ايه؟ ما بلاتينيوم نفسه فريق ضعيف، فايه اللي خلى لعيبه النادي الاهلي مثلا النهارده بتكسب خماسيه قدام نادي طنطا؟ ولحد ما نادي طنطا ربما يكون مهاريا عنده لعيبه افضل بكتير من لعيبه موجوده في بلاتينيوم الزيمبابوي. طب ايه المشكله؟ ايه اللي حصل هنا كان شكل سلبي والنهارده الفريق في الشوط الثاني على وجه التحديد بيقدر ان هو خلص المباراه بخماسيه نظيفه رغم ان الشوط الاول وحش؟ ببساطه يا جماعه عايز نعرف حاجه، افريقيا دلوقتي ما فيهاش مهارات، افريقيا فيها ضغط، افريقيا فيها بدني. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسبها في او تشوفها في لعيبه افريقيا لعيبه عندها جهد بدني كبير، دي حاجه انت بتشتغل عليها بالجيم بي طبعا، وطقس اللي في البلدان الافريقيه واللعب اللي هم بيلعبوه في دوريات المحليه ربما يخليهم عندهم لياقه افضل من لياقه لعبتنا، لكن مهاريا احنا افضل. ايه المشكله؟ المشكله ظهرت فعلا في ان الفرق في الدوري المصري ما بتضغطش زي فرق دوري الابطال. بعيدا عن المستوى، احنا بنتكلمش على المستويات الفنيه كمهاره وكتمرير وانك تتحرك بدون كوره، لا مش هي دي الازمه. الازمه النادي الاهلي في ماتشاته اللي بيلعبها في افريقيا، وخصوصا كمان الساعه 3 لما هو بيأديش. انا قلتها دي في اللايف، ما اعرفش اللي شافني في اللايف ولا لا، بس في اللايف انا قلت النادي الاهلي الساعه 3 ما بيلعبش بنفس الجهد البدني اللي بيلعب بيه الساعه 5 والساعه 7، بسبب ان اللعيبه معظم اللعيبه في الوقت الحالي كلهم بيسهروا، فصعب جدا انك تلاقي اللعيب بيديك نفس المستوى بدني دلوقتي الساعه 5 في ماتشات 5 او ماتشات 7 ونص او بالليل زي ماتش الساعه 3. طيب بلاتينيوم، انا عايز بس اشرح حاجه سريعه. بلاتينيوم مثلا ما بيجي يلعب النادي الاهلي بيلعب بزون ديفنس، يعني النهارده كابتن مثلا قايم زي لعب 4-1-4-1، لكن بلاتينيوم لما بيلعب زون ديفنس لما انت بتيجي تعدي نص الملعب هتلاقي اللعيب جاي لك واقف لك كده، وده بيخش لك كده، وده جاي بيحوط معاه كده، وده يطير، فهتلاقي ده رايح معاه. المسافات قريبه، مسافات كلوز جدا. لكن النهارده نادي طنطا الشوط الاول حتى رغم ان الاهلي كسبان 1-0، نادي طنطا بيلعب الزون ديفنس غلط اصلا، اللعيبه بعيده جدا عن بعض. لعيبه النادي الاهلي كانت بتوصل للمنطقه دي رغم ان في واحد اوريدي كابتن ايمن زين حاطه قدام اتنين مساكين، لكن لعيبه النادي الاهلي كل المساحه دي فاضيه فيهم، لعيبه طنطا منتشرين غلط. 4-1-4-1 على 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 البورد الكابتن قام زي حطها في اوضه اللبس، ممكن على الورقه ممكن، انما في ارض الملعب نادي الاهلي كان بيوصل بثلاث لعيبه هنا وبيوصل بخمس لعيبه لو كان الاثنين الفول باكس ومحمد هاني وعلي معلول بيطيروا. فانت هنا بتتكلم ان اصلا في انشغاله، وده اللي بيخلي النادي الاهلي عنده افضليه. المجموعه دي عندها افضليه في الدوري ليه؟ لكل فرقه تيجي تلعبهم تضغط غلط. الفريق الوحيد اللي قادر فعلا يقفل بشكل جيد دفاعيا كان حرس الحدود الكابتن العشي، ده الفريق الوحيد اللي انا شفته فعلا طبق دفاع كويس جدا عن النادي الاهلي. لكن باقي الفرق النهارده لا خالص، طنطا النهارده حتى الشوط الاول كان دفاعيا مش كويس، والنادي الاهلي كان ممكن يخلص الشوط ده باكتر من هدفين، بس هي الرعونه اللي عند اللعيب. لكن طبعا في فارق مهارات كبيره، فاحنا عايزين نقف على الحته دي مهمه جدا ليه لعيب نادي الاهلي. الفكره في افريقيا ممكن تلاقي بلاتينيوم فريق مهاريا ضايع، مفيش موجود، ما جاش صح، انما ضغط هيضغط عليك، مستحيل هيسيبك كل المساحات دي. الفريق نفسه هو بيطبق، شفنا طبق الاوف سايد تراب اكتر من مره، المسافات قريبه جدا، هي دي الازمه. فلعيبه النادي الاهلي لازم تعرف الانتصارات الكبيره اللي في الدوري تاني مش مقياس عشان ندلل بيها على المستوى قدام الفرق الافريقيه، دي نقطه مهمه جدا. ومستوى بعض اللعيبه ربما النهارده يظهر، مثلا عمرو السوليه النهارده عنده مساحه انه يلعب ويعمل الثرو باس الجميل اللي عمله لكهربا، وعمل قبليها برده ثرو باس حلو، وكان عنده مساحه ان هو في كوره شاطها من هنا لما رغم كان في لعيب جاري في مساحه فاضيه لما كان نادي طنطا بيحاول يرحل دفاعه للناحيه
اليمين بتاع النادي الاهلي الحته دي كانت فاضيه خالص، كان عمرو السوليه لعب من الحته دي فاضيه، مشي في الحته دي وشاط الكوره. ده مش موجود في بلاتينيوم على فكره، مستحيل تعمل ده قدام فريق في افريقيا. ليه؟ الفرق دي ما عندهاش المهاره، فبتعوض المهاره بالقوه البدنيه والجري الكتير وتقفيل المساحات. دي ازمه في النادي، لازم اللعيبه تعرف ان الانتصارات الكبيره اللي في الدوري هي مش مؤشر ان احنا ناخدها ونروح نلاعب الناس بره مصر بنفس الثقة. لا لا لا، لازم تبقى انت في قمة تركيزك، لازم تبقى فايق كويس جدا، لان حلم افريقيا غير حلم الدوري. الدوري ربما يكون فعلا النادي الاهلي قرب منه كتير، انما افريقيا المسألة صعبة. لكن ان شاء الله احنا كلنا ثقة في ان اللعيبة تفهم الفرق ما بين الانتصار المحلي والانتصار في افريقيا. وخلونا برضو نركز في ماتش النجم الساحلي ان شاء الله الجاي عشان نقدر نتجاوز المباراة الصعبة دي، قبل طبعا الاختبار القوي في السودان آخر جولة. إلا اللهم إلا بقى لو بلاتينيوم ادانا الهدية ونشكره عليها إذا كسبوا الهلال السوداني في المباراة الجاية وريحونا، والنادي الأهلي إن شاء الله يضمن الصعود زي ما نادي الزمالك إن شاء الله قرب من الصعود. تاني نقطة عايز أتكلم عليها كهربا. كهربا واحد من أهم اللعيبة اللي في هجوم الاهلي حاليا وبيدي حلول كتيره. ليه؟ زي ما كنت بتكلم، طبعا احنا قلنا ان فايل في التجربه اللي فاتت لعب قبل بلاتينيوم لعب كهربا على الناحيه اليمنى، لكن النهارده لعب على الشمال وكان بينزل في اهم حته، الحته اللي بيلعب فيها رقم 10، وشفنا ازاي بيعمل ال1 2 الاكثر من رائع مع مروان محسن لما نزل كبديل، ومروان محسن قدر ياخد المساحة دي ويجيب الهدف. كهربا واحد من أهم اللعيبة الهجومية في النادي الأهلي، سريع متحرك ومهاري، مهاري جدا اللعيب، فعلا عنده مهارة حلوة وبيقدر بمخه. شفنا الثرو باس اللي عامله بدماغه كان حلو جدا جدا، كانت الكرة كملت بعديها كملت لما ارتد من حارس وكهربا هو اللي جاب الهدف. بس في الاول خالص كان جات هدف قبل كهربا ما يكملها، كانت حلوة قوي، بس كان فعلا باس رائع من كهربا، بيورينا المنتاليتي، بيورينا عقليا اللاعب فعلا بيبقى قاري الملعب بشكل جيد. فكهربا النهارده اجاد وقدر ان هو يحرز هدفين للنادي الاهلي ويعمل اسيست في واحد، طبعا اداء مميز جدا 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 في ثالث مباراه بيلعبها كبديل مع الفريق، وبدايه اكيد موفقه. الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم عليها في مباراه النادي الاهلي، اشرح ليه فايلر بيلعب احمد الشيخ. بعض الناس بتهاجم احمد الشيخ عشان الرعونه وكل شيء، وفي حاجات اتفق معاه، بس خلونا الاول بس نفهم ليه فايلر دايما بيختار احمد الشيخ منذ ما رمضان صبحي اتصاب. ليه؟ ببساطه فايلر واضح جدا انه دايما بيلعب بالطرفين لازم مختلفين عن بعض، بيلعب بطرف سريع وطرف مهاري، طرف سريع وطرف مهاري، يعني احمد الشيخ وحسين الشحات، احمد الشيخ وجيرالدو، هو عايز دايما الاثنين لحد ما مختلفين. حسين الشحات عنده مهاره لكن زي احمد الشيخ، احمد الشيخ مهارته لحد ما ممكن نقارنها برمضان صبحي. الاثنين لعيبه سكيلرز، لعيبه عندهم مهارات فرديه بتخليهم يعني يحسموا المواقف بتاعت واحد لواحد. فمهم احمد الشيخ في الحته دي نشوفها امتى؟ في الكوره بتاعت مجدي قفشه بتاعت اخر نهايه الشوط الاول. احمد الشيخ كان هنا استلم الكوره بظهره وكان في مدافع ضغط عليه، راح لف بالكوره وقدر يرقصه وعمل كروس لمجدي قفشه، كان هيبقى واحد من احلى اهداف النادي الاهلي السنه دي، بس مجدي قفشه ما اتوفقش بعد ما حارس طنطا قدر يتصدر للكوره. ولكن هي دي النقطه اللي عايزها فايل، عايز من احمد الشيخ في مواقف واحد على واحد ترقص. طيب احمد الشيخ بقى ساعات يخلي الدنيا كلها تقوم عليه والجمهور يزوم وتبقى فيه تعليقات سلبيه على السوشيال ميديا. ليه؟ لما احمد الشيخ بيفضل ماسك الكوره ويقعد يلف بيها يدور على واحد يرقصه، حتى مفيش حد عنده يرقصه، ويفضل واقف على الكوره كتير. دي ازمه احمد الشيخ. احمد الشيخ لازم يعرف ان الكوره في النادي الاهلي كوره سريعه، ما تقفش عليها كتير، ما تحاولش تدور على الترقيصه، لا خلي الترقيصة وقت ما الكرة محتاجاها تبقى مبررة، تبقى ليها لازمة. انما انت لما تدور تمسك الكرة عشان تعمل لقطة، هي دي الازمة. هتلاقي دايما لما انت تدور هتلاقي اللعيبة ضغطت عليك وخدت منك الكرة، او الكرة ضاعت منك، او انت اسأت
توقيت التمرير، وبالتالي دي من النقط لازم احمد الشيخ خلي بالك منها ان هو لاعب مهاري جدا ممتاز. شفناه في الهدف ازاي قاطع بشكل جيد وبيركن الكوره برجله الشمال بشكل حلو قوي، هو ده اللي احنا عايزينه من احمد الشيخ. لكن بلاش اللاعب السلبي اللي بيضغطك نفسيا ويخلي ما بينك وما بين الجمهور دايما كده تحس ان فيه يعني زي ما في ديالوج او في حوار مش عايز. لا احنا عايزينك تركز في الملعب، وبرده الجمهور لازم يفهم ان دماغ فايلر ما بيلعبش بالطرفين شبه بعض، واحد يبقى سكيلر واحد يبقى مهاري واحد يبقى سريع ويبدله عشان يخلخل الاثنين الفول باك في الفرق المنافسه. ده كان تحليل سريع لمباراه النادي الاهلي طنطا ومقارنه ما بينها وبين مباراه بلاتينيوم، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي قدام النجم الساحلي، وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك قدام بلاتينيوم، والاثنين يصعدوا لدور الثمانيه. شكرا جزيلا كريم سعيد.